المبادرات خلينا نقول حول الوقاية من تطرف التعنيف. المبادرات هذه همت ومست العديد من الجمهور المستهدف، ما بين طلبة في الجامعة، تلاميذ في المدارس، نساء عاديات كيفنا وكيفكم. باش تشوفوا كيفاش مختلف الشرائح المجتمعية هذه كيف تعاملت وتعاملت مع هذا الموضوع اللي نعتبروه معناها من المواضيع ذات الأهمية بالنسبة لتونس. Un petit peu d'argent est parti pour les associations pour qu'ils fassent des projets de terrain réels. C'est à vous de le montrer. لكن توا ولا ينظر الجبل هذاك بالعكس يكون جبل الفنون، جبل الابداع. حق المروج